بي اف ام من تونس، من الاثنين الخميس من مدي ساعتين المثلثة مع فايزة العرفاوي على اي اف ام احلى راديو. اهلا وسهلا، شكرا لكم على المتابعه. مساعتين 11 دقيقه على يفهم احلى راديو. شكرا لكم على الوفاء. دي حلقه جديده من تونس، حلقه الاثنين 25 نوفمبر 2024. مرحبا بالناس الكل في حلقه باش نحكيوا فيها على توقف 20 شركه فريب عن العمل. شنو هو الحكايه؟ باش يكون معنا بالهاتف رئيس الغرفه النقابيه الوطنيه لتجار الملابس المستعمله سي صاحبي المعلاوي، يعطينا كل الحقائق والاجابات على الأسئلة متاعنا. في حلقتنا لليوم نحكي وزيد على مدى جودة التعليم في تونس وهل يواكب التطورات في العالم. بالهاتف باش يكون معنا سليم قاسم رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم. نحكي وزيد على بادرة أولاد وبنات تونس في كل مرة يعملوا مبادرة لرسم البسمة على شفاء أطفال اللي ما عندهمش سند اليوم، حاولوا شوية يحسنوا من دار الأيتام. مشكورة كل المجهودات اللي يقوموا بها أولادنا وبناتنا. الحقيقة حاجة تفرح على الآخر كي شباب اليوم صغار في العمر ويقوموا بمثل هذه المبادرات اللي تحاول نوعا ما تخلق سند للأطفال هذوما. نحكيوا زادة في قصة نجاح من تونس على أول امرأة تونسية وعربية تحصل على براءة اختراع آلة لاستخراج سم النحل دون قتله. مرحبا بكم. توا ساعتين و12 دقيقة على يفهم أحلى راديو، معاكم فايزة العرفاوي من قدام الميكرو، في الإخراج العظيم محمد علي بيو، طويلة برشا دالي بيو، ووئام في الإخراج الرقمي. شكرا لكم على المجهودات. دونك نبداو ديريكتومون بموضوعنا لليوم الأول. دونك توقف 20 شركة فريب عن العمل، شنو الحكاية؟ معنا مباشرة رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار الملابس المستعملة سي صاحبي المعلاوي. مرحبا بك سي صاحبي. مرحبا بكم، مرحبا بمستمعيك الكرام على يفهم. شكرا لك على قبول الدعوة سي صاحبي. نبدأ معك ديريكتومون في صلب الموضوع قبل ما نحكيه، شنو هو حكاية والأسباب اللي خليت اليوم 20 شركة متاع فريب مهددة بالغلق؟ نحكيه اليوم التونسي يلتجئ أكثر يظهر هذية بالعين المجردة، ما أنت أكيد بما أنك رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار الملابس المستعملة تعرف التونسي اليوم قداش يلتجئ للفريب. أكيد معناها التونسي كلك سواء متوسط الحال ولا فقير الحال وحتى ميسور الحال عنده ملاذ وعنده خصوصية في قطاع الملابس المستعملة الفريب. ثم برشا عباد اللي يتبعوا الموضة وتبع لي معارك ويدخل في الانترنت يقولك والله أنا نمشي للفريب لا لي شيء. أول حاجة نلقى الكاليتي باهية، وثاني حاجة معناها السوم يكون مهما كان أنه باش يغلى الفريب ديما بارابور جديد تلقاه معقول جدا. وثالث حاجة معناها اللي يتبع لي مارك ويتبع الموضة تقريبا قداش نسبة التوانسة اللي يمشيوا للفريب ويشيوا من الفريب أكثر من جديد، بما أنه نعرفوا ارتفاع الأسعار ونقص زادة في الإنتاج المحلي وال يعني الملابس المستوردة والتيفيا اللي عليها ودخلت لنا حصيله مشتى الأسوام برشا. شوف خصوصية التونسي معناها سيرتو في السنوات الأخيرة معناها تعرف التدهور القدرة الشرائية نتاع المواطن التونسي وغلاء المعيشة، كل العوامل هذه تلقى التونسي أنا نقول يخلق المعجزات في العالم. معناها التونسي يعرف كيفاش يتصرف وعنده جودة وعنده حسن الاختيار ويعرف أنه يلقى معناها حاجة باهية وبسوم معقول يمشي لها التونسي. معناها حكيتهم على الفريب راه مش عندها عام ولا زوز، الفريب منذ 1944 معناها قرابة 80 عام موجود في التراب التونسي. لاحظنا في السنوات الأخيرة ثم قرابة نسبة 93 أو 94% من معناها من التوانسة اللي يمشيوا ياخذوا من الفريب، حتى ما يمشيش الزوج تمشي الزوجة ما يمشيوش. قديش النسبة اللي قلتها سي صاحبي؟ ثم قرابة 94% اللي يتزودوا من الملابس المستعملة للفريب. لهنا الأم ساعات تقضي لصغارها، الأب ساعات يقضي لصغاره، دونك التونسي عنده حكاية كبيرة مع الفريب. أكيد. والفريب كما قلنا معناها هذا معناها لاحظنا معناها سيرتو في العامين هذوما الارتفاع نتاع الأسعار نتاعو، وقلنا كغرفة وطنية لتجارة الفريب بالجملة ولجنة قيادة قطاع الفريب أنه الفريب تأثر ياسر بقانون المالية 2023 اللي عطى تاكساسيون كبيرة برشا
ونعاودوا نقولوا راهو قطاع تشرف عليه 5 وزارات اهم وزاره هي وزاره الشؤون الاجتماعيه لانه ذو طابع اجتماعي بدرجه اولى. الزياده هذه اثرت اول حاجه على المواطن التونسي وثاني حاجه على اهل المهنه في تاجر تفصيل وقت يحل فريب كلك سوا يعمل لوكال نتاع فريب ولا نسبه ولا سوبر فريب ولا حاجه اذا ما يتعداش مش يعاود يحل. دونك الغلاء هذا ياثر شويه على مردوديه التاجر التفصيل اللي هو في اتصال مباشر مع المواطن المستهلك وهذا لاحظناه من خلال انه لاحظنا تراجع عدد تجار التفصيل اللي كانوا في حدود قرابه اكثر من 120 الف توا تراجعوا الى قرابه 1000 تاجر تفصيل وايضا تشكي كل تجار الجمله وايضا اصحاب المصانع اللي يقول لك الاقبال على قطاع الملابس تراجع من خلال غلاء الاسواق والغلاء هذا راهو خرج على نطاقنا كاهل مهنه. ايضا زد على ذلك يقول لك الجوده نقصت شويه. اي كاليتي الكاليتي نتاع البالة اللي تشري. اي الكاليتي ترجع تعرف اغلبيه الحاويات نتاع الفريب او الكادرات نتاع الفريب يكون استيرادها من اوروبا وشويه من امريكا وتعرفوا الازمه الاقتصاديه اللي تمر بها اوروبا خاصه بعد تاثيرها من حرب اوكرانيا وروسيا. أي. الاوروبي ما عادش عنده معناها كان يستهلك في 2 و3 بلوزونات اقل ولا كان يستهلك بلوزون كهو. دونك نحن لاحظنا كاهل مهنة وايضا المواطن التونسي لاحظ انها جوده معناها تراجعت شويه. في مقابل ارتفاع الاسعار سي صاحبي اكيد في مقابل ارتفاع الاسعار ارتفاع الاسعار اول حاجه مربوطه بالترونسبور يعني تعرف الكادره تجي في الباخره والترونسبور نتاعها اللي غلا. زاد على ذلك كما قلنا قانون الماليه وايضا السلع اللي ناخذوا فيها بالعمله الصعبه. ثم حاجه نحب ناكد عليها واللي اعطيتوها في العنوان نتاعكم قلت له 20 شركه اللي اغلقت راهي ال 20 شركه ما اغلقتش توا معناها نحن كعتينا في اذاعات اخرى قلنا لو كانوا عندنا 54 شركه مرتفعه بنظام مستودعات صناعيه عندهم معناها تراخيص نتاع استيراد فيهم 5 شركات تصدير كلي. اللي باشر في العمل توا قرابه ال 34 شركه ثم شكون اللي سكر عنده 10 سنين ثم اللي عنده عامين ثم اللي 3 سنين. قديش كانوا قبل؟ كانوا 54 شركه مرتفعه بنظام مستودعات صناعيه فيهم 5 شركات تصدير كلي وعليه سكروا خاطر جرى محاضر ديواريه كبيره ياسر وايضا ثم المعامل اللي تحرقت وثم دونك توا اللي يشتغلوا قرابه ال 34 شركه فقط مرتفعه بنظام مستودعات الصناعيه. دونك عندكمش مطالب قدمتوها للسلطه للتخفيف من والله صحيح بارك الله فيك نحن كغرفه وطنيه لتجاره الفريب بالجمله ولجنه قياده قطاع الفريب سيدة كقطاع هذايا اللي تكلمنا في العديد من الاذاعات وعملنا اجتماعات ماراثونيه مع ممثلين على 5 وزارات باش القطاع هذايا كما قلنا في العديد من المرات ان نصلحوه وما عادش يعرف انه قطاع مهمش ماذا بينا القطاع هذايا تنظمه ونعرف القطاع هذايا تركته العديد من القوانين التي اكل عليها الدهر كما قانون 95 قانون 93 منشور 2005 ماذا بينا نحن تتبدل القوانين هذه اللي رينها قديمه وما عادش تخدم حتى كل من اهل المهنه وايضا المواطن المستهلك. انا وقت يجي قانون 95 يمنع تاجر الجمله من تعاطي نشاطه خارج الولايه وتعرف اللي انت خصوصيه الولايات من الشمال للوسط للجنوب تختلف حسب الطقس حسب التقاليد حسب الموقع الجغرافي هذه الكل باش تاثر على اهل المهنه. زد على ذلك انا وقت يجي تجار التفصيل وقلنا راهم يحبوا يحلوا باتينات يحب تجربة تفصيل يصب بسي ان اس اس النظام الاجتماعي يوفر التخطيط يتنظم خلينا نقولوا يتنظم فوالا. دونك نحن ماذا بينا لفته كريمه لهذا القطاع اللي عنده معناها قرابه 80 سنه موجود في التراب التونسي وماذا بينا يتصلح. زد على ذلك نحب نقول نحن على مستوى غرفه وطنيه تابعه للاتحاد التونسي للصناعه والتجاره ولجنه قياده الفريق حضرنا مشروع قانون اللي ان شاء الله باش نعرضوه على لجنه نحن عرضناه المره الاولى على لجنه التشريعات في مجلس النواب وعملنا معناها دراسه اخرى على اساس مكمله للدراسه الاولى واللي ان شاء الله اللي نحبوا فيها القطاع هذا يتصلح والقطاع هذا اذا تصلح باش يولي التاجر كيلك سوا تاجر تفصيل ولا تاجر جمله ولا صاحب مصنع يعمل بأريحية
وبالتالي توصل السلعة بطريقة سلسة وبسوق معقول للمواطن التونسي. واضح جدا سي صاحبي معلاوي رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار الملابس. جوست باش نلخص انا شوية، دونك نلقاو أكثر من 90% من التوانسة يستعملوا الملابس المستعملة، يمشيو يشريو من الفريب. خليني نقول اليوم بعد 54 شركة نلقاو 34 بركة تخدم، شركة نتاع فريب قاعدة تخدم بسبب التعطيلات. اليوم مهنيين القطاع هذا يقول لك احنا نحبوا نتنظموا، عندنا مبادره باش نقدموها للبرلمان، نحبوا ننظموا رواحنا، نحبوا ندفعوا للدوله لي تاكس، نحبوا ندفعوا سي ان اس اس، ونحبوا ننظموا القطاع. يظل يحق كل قطاع. زاده تحدث على الكاليتي اللي طاحت شويه ومع مقابلها ارتفاع الاسعار في الفريب، وفسر هذا تنجموا ترجعوا على باج اي اف ام وتحكيوا وتتفرجوا في الاسباب وتطلعوا على الاسباب هذيا الكل. يظل قطاع يهمنا الناس كل، ما فماش عائله تونسية اليوم ما تمشيش وتشري من الفريب. شكرا لكم. نحكيو على موضوع آخر من جودة الفريب، نحكيو على جودة التعليم في تونس الكل ويهم المواطن التونسي. دونك ما مدى اليوم جودة التعليم في تونس، ما مدى انه كيفاش المنظومه التعليميه تمشي في تونس، هل مواكبه بالشكل الكافي للتطورات اللي قاعده تصير في العالم؟ اليوم رانا نحكيو على مدارس ما فيهاش تواول العباد تقرا فيها، ما فيهاش بلايص صغار قاعدين يمشيو يعملوا المطالعه، قاعدين يقعدوا قدام المكاتب. دونك اليوم نحكيو على جوده التعليم هنا في الخارج اللي تطورت وفاتتنا باشواط. باش يكون معنا بالهاتف سي سليم قاسم رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم. اي اف ام من تونس من الاثنين للخميس من مدي ساعتين المثلاثة مع فايزة العرفاوي على اي اف ام احلى راديو. ماضي ساعتين و23 دقيقة على يافم أحلى راديو. هذه حلقة جديدة من تونس، حلقة الاثنين 25 نوفمبر 2024. نحكي على التعليم وما أدراك ما التعليم وجودة التعليم، وهل اليوم المنظومة التعليمية في تونس مواكبة بالشكل الكافي للتطورات في العالم ولا. معنا عبر الهاتف ومشكور جدا بقبول الدعوة سي سليم قاسم رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم. مرحبا بك سي سليم وشكرا لك على قبول الدعوة. مرحبا، وبدوري نشكرك على الدعوة ونوجه لك تحية ليك ولكافة مستمعات ومستمعي إيفان. شكرا لك سي سليم. اليوم جودة التعليم في تونس هل هي بالتطور الكافي؟ هل تساير المنظومة التعليمية في تونس التطورات في العالم؟ احنا مدام نحكي جودة، الجودة هي قائمة على مجموعة من المؤشرات ومن المعايير. باش نشوفوا هل انه احنا وين بارابور بالنسبة للمؤشرات والمعايير هذه. اذا كان احنا وطنيا ما عندناش مؤشرات ومعايير متاع جودة التعليم في بلادنا، دونك اي اجابة ما تنجم كان تكون، ما نقولش اليتوار، ولكن بحكم ما هو يعني تنجم تكون فيها جانب من الانطباعية، حكم على يعني ملفات بعينها. وهذاك علاش احنا من 2016 هي الحقيقة الجمعية تأسست عام 2011، خذينا 5 سنين كاملين لدراسة المنظومة التربوية وكل بكل مكوناتها وبشكل منظومي، واحنا كاو فرحانين انه اخيرا ولينا نحكي على المقاربة المنظومية وكذا زي ما نديو بها احنا من 2011 الجمعية التونسية لجودة التعليم. من 2016 توجهنا للوزارة بمشروع لمرجعية جودة في منظومتنا التربوية به. ولكن الإجابة، معناها السؤال ما ينجمش يقعد من غير إجابة. كيفاش باش نحكموا احنا اليوم على جودة التعليم؟ فما زوج طرق، يا إما مش نحكموا على المخرجات، يعني احنا عندنا توت اون شان في الأخر اللي تنجلنا فيه الشان هذايا عنده جودة ولا، بمعنى الخريجين نتاعنا. بطبيعة الحال عنا برشا منقطعين، هذا يأثر على الجودة وهو مؤشر سلبي. ولكن في المقابل عنا خريجين من مستوى مرموق وعالي. الخريجين هذوما اللي هما مخرجات ندراهما مخرجات المنظومة التربوية فقط، أم هم أيضا مخرجات عائلاتهم، مخرجات محيطهم، مخرجات الدروس الخصوصية الناس كل تسب فيها ولكن الناس كل مستنفعة بها. إذا اليوم
اعتقد انه حان الوقت باش يعني تقعد كل الاطراف المعنيه وجمع الاطراف المعنيه هو في حد ذاته مؤشر من مؤشرات الجوده على الصعيد العالمي ونحطوا معايير جوده لرواحنا في منظومتنا التربويه باش نتجنبوا الحقيقه هل القرارات الاعتباطيه مسؤول يجي يعمل قرارات يجي المسؤول اللي بعده يفسخ كل شيء مسؤول احيانا الادهى والامر انه ناخذ انا قرار ونعلن عليه ومن بعدين نتراجع نقول لا ما فماش منه هذاك حديث فيسبوك اذا لابد من انه منظومتنا مش رشد فقط هي معناها بلغت سن النضج والحقيقه فما حاجات ما عادش تشرق علينا كمنظومه رائده ونأكد على انها رائده في محيطها الاقليمي العربي والافريقي. ايه دونك اليوم شنو هي لازم؟ شنو هي اهم التوصيات اللي انتم توصيوا بها الاطراف المداخله بخصوص القطاع هذايا لتحسينه او كما قلت انت لازمنا مؤشرات على عن جوده التعليم وطني. بالضبط اول شيء اذا نحطوا مؤشرات نشوفوا ايش فما في العالم واحنا على اطلاع وكي نقول احنا مش فقط الجمعيه التونسيه لجوده التعليم يعني العديد والعديد من اهل الخبره الناس الكل يقول لك مثلا شنو تتقال سي سليم يقول لك البرا يقرا واحنا مازلنا البرا يقراوا في بالذكاء الاصطناعي البرا تقدموا البرا تطوروا برامج التعليميه وتبدلت هل انه ما هو هذاك هو علاش قلت لك انا حطيت ام تي بي مال كيف قلت لي الناس الكل على اطلاع هل انه اللي يقول في هذا هو على اطلاع بالفعل انا ناكد لك اللي ما قيله خاصه على الذكاء الاصطناعي وكذا هي مجرد كليشيات واستهلاك اجوف ونأكد على انه استهلاك اجوف ليش؟ باش نقولوا هاني نعرف منذ سنوات موضه نحكي على فنلندا نحب نظهر انا يعني مطلع نحكي على فنلندا ونحكي على كذا اش قولك انت اليوم انه في الدول اللي مشات في رقمنه التعليم ومشات كذا نحكي على السويد سورتو الدول الاسكندنافيه رجعت الى بني نحات منع التابلات ورجعت للكتابه باليد ورجعت للورقه وستيلو خاطر هذاك هو الاساس اللي يعلم التلميذ نتاعنا، هذاك علاش قلت كيف نقولوا نخزروا البرة مش نخزروا من باب الانبهار ولا من باب انا يعني لازم يكون عندنا اطلاع شامل على ما يجري في العالم، مش شفت تجربه في دوله معينه نرجع نجري بها ونقول هذه هي صحيحه والا باش تعطي اكلها في تونس ولا باش تكون ثم نعملوا معايير عندها زوز يعني شروط اي معايير، اول شيء انها تكون تجمع ما بين الاطلاع على الواقع ما يجري في العالم من نظم تربويه عاليه الاداء خاطر موجوده النظم هذه وخاصه النظم التربويه اللي نجمت في سنوات قليله واحنا نعرفوها تحقق قفزه كبيره خاطر احنا هذا ايش حاشتنا اليوم؟ حاشتنا باش في سنوات قليله في عامين ثلاثه اربعه خاطر ليزانغريديون كل عام قادرين باش نحققوا القفزه هذه، هذا واحد يعني ان نكونوا على اطلاع على العالم ومتشبثين بخصوصياتنا ونبنيه لانه اللي عندنا ما هوش شويه هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى المعايير اللي نعملوها تكون بسيطه وقابله للتنفيذ خاطر احنا اون توندونس وين مش نجيو نعملوا معايير نبداو نعقدوا فيها ونجيبوا على اليمين ونجيبوا على اليسار ونحبوا نراضيوا الناس الكل لين نخرجوا بحاجه غير قابله للتطبيق. اذا هذا حاجه اولى مهمه وضروريه جدا، ليش؟ خاطر هي اللي من بعدين مش تعطينا فاكتس، مش تعطينا معطيات، ومش تعطينا بيانات، مش تعطينا داتا، ومش تعطينا ايفيدنس يعني ادله اللي هي باش نبنيو عليها سياستنا وهي سياستنا التربويه نقصد بطبيعه الحال وهي اللي باش نبنيو عليها قراراتنا وبرامجنا واستراتيجياتنا مش انه المسؤول اللي يجي من عندياته او من المحيطين به وهنا كنحلوا الباب هذايا تو نقعدوا نغدوا نحكيوا على المحيطين به هذايا خاطر من ادواء المنظومه التربويه التونسيه اليوم هي المحيطين به نجيبوا حاجات نجمروا البيت نجيبوا على اليمين نجيبوا على اليسار شنو معنى ما فهمتكش نجمروا البيت صاحب القرار الاول احنا عندنا مشروع الوركو احنا ما عندناش مشروع في نهايه معناها المشاريع اللي تقدم للهيكل المعنيه ماهيش علميه صحيحه 100% ولا ماهيش باش تعطي نتائج حسب تصور دورك سي سليم
أول شيء إحنا ما شفناش مشاريع حتى باش تبان الأمور واضحة، وهذا منذ سنوات طوال. يعني ما شفناش مشاريع تقريبا من الكتاب الأبيض اللي خرجته الوزارة عام 2015 واللي فيه الكثير مما يقال. يعني ولكن على كل حال كان فما ما يشبه مشروع من وقتها، فما حتى مشروع. يعني كدولة نحب نكون في الصدارة، ظهر لي 10 سنين وإحنا معناها أونجير لو كوتيديان، وزارة تصريف أعمال ولينا. يعني نخمو في العودة المدرسية، نخمو في كما قلت انت سيادتك هو مهم، ولكن أبعد ما يكون عن أن يكون معايير جودة. البنية التحتية وفمشتوي وغيره، ونزيدوا شوية هانا توا بعد شهير شهيرين تنبدأ نحكي على الامتحانات الوطنية. لكن ثم مسؤولية انتوما كمجتمع مدني سي سليم، انتوما ما تقدمتوش بمقترحات، ما حاولتوش تتواصلوا مع سلطة الإشراف، مع سلطة المعنية؟ احنا باستمرار نحكي تو مش نحكي على جمعيه تونسيه للتعليم، نقدموا في رؤى، نقدموا في تصورات عن منتدى الفكر التربوي اللي ينعقد بشكل دوري، وفي كل مره ناخذوا اناكس اللي نعتبروه مهم جدا ونخدموا عليه، خاطر زاده راهو ربنا نتصوروا انه اصلاح المنظومه التربويه. احنا من الحاجات اللي نحمد ربي ونعتبروا روحنا نجحنا فيها انه في السنوات الفارطه الناس كانت تحكي على اصلاح التعليم، اصلاح التعليم. كي نقولوا اصلاح التعليم معناها اذا نعملوا هذاك اللي صار 2015 زمن مدرسي بريكولي، وشويه في زمن المدرسي نزيدوا برامج. احنا نحكيوا على اصلاح المنظومه التربويه. كي نقولوا منظومه راهو فيها زوز اصلاحات، فما الاصلاح البيداغوجي التربوي التعليمي، هذاك اللي يحكيوا عليه هما اصلاح التعليم، ولكن فما اصلاح المنظومه في حد ذاتها، حوكمه المنظومه، كيف تتخذ القرارات. كما قلت باش ما يجيش مسؤول يتخذ قرار يجي المسؤول اللي بعده، خاطر ما هيش قرارات مسؤولين، المفروض ان تكون قرارات منظومه وقرارات مشروع. ما نخش انا اليوم قرار ونشوف الامور تعكرت شويه وكذا نرجع نخرج في الميديا ونمشي مجلس النواب نقول لا مش صحيح. دونك هذايا الكل لابد من اصلاح جذري، بل انه اصلاح الحوكمه هو سابق على اصلاح الجانب البيداغوجي، خاطر عن اي اصلاح نتحدث اذا كان انا في وسط ماكينه هي بيدها في حاجه الى اصلاح. فبالطبيعه ما ستنتجه هذا الجهاز، هذه المنظومه، يعني سيكون من على شكلتها من صورتها. اذا الاصلاح عنده دو فولي كبار، اصلاح منظومي، اصلاح المنظومه ككل، حوكمه المنظومه، دور المؤسسه التربويه وينه اليوم؟ المؤسسه التربويه مجرد جهاز تنفيذي نفذ في البيان في الاوامر والمناشير والمذكرات والتليفونات واللي نحبوا احنا، وينتج في شنو؟ ينتج في احصائيات يبعث فيها وتقارير وانتهى الامر، في حين انه المؤسسه التربويه هي غادي وين تتم العمليه التربويه. يعني المفروض انه الكل، وهذا الاصلاح اللي ندعو ليه على المستوى المنظومي، لازم يكون الكل في خدمه المؤسسه التربويه اليوم. أكيد. في الحقيقه تدخل الاطراف الكل، الوزارات الكل نتصور. بطبيعه الحال يعني خدمه بالنسبه لنا احنا خدمه واضحه وخدمه كبيره تستنى فينا، وان شاء الله نشوفوا الانطلاق. احنا مستشارين خير على للتربيه ولكن اوني ان بو زاد الحقيقه معناها فلوستري. علاش؟ على خاطر معناها نعتبره وانه قاعدين نضيعوا في برشا وقت اللي احنا ما نملكوش منه برشا الحقيقه. كما قلنا صحيح. اخر مشروع تقدم عام 2015 عشريه سوداء، ونعرف الكل شنو اللي صار فيها والخراب اللي مس المنظومه التربويه. انتدابات عشوائيه، يعني برامج معناها تخفف وتراجع كما اتفق، اضرابات عشوائيه زاد اساءت الى الكل، اساءت لصوره المربي واساءت علاقه اليوم معناها معضله كبيره لحد ما يحكي عليها تقريبا علاقه اليوم التلميذ بالمعلم بمدرسته اولا ما سمعنا حد يحكي على هذا. ولكن اختي العزيزه هز تليفون واسال اي استاذ، خاصه في هذه السنه الدراسيه والناس كلها والله اليوم برك صباح نحكي فيه الموضوع هذا، شنو اللي صار؟ كانه بحال من هزينا جيل وحطينا جيل. يعني ماناش نحكيو على جيل راهو ماهوش منضبط، ماناش نحكيو على جيل مش متربي لا بعيده، ماناش نحكيو لا، ولكن نحكيو على جيل لا مبالي، جيل ما على بالوش، جيل معناها الشأن التربوي والنجاح والفروض وحتى المعادلات، ما قبل كنا نحكي وهذا اهم حاجه وكذا، ما عادش تعني له حاجه كبيره. الارقام والاعداد والتقييم ما عادش حتى هذاك اليوم
اليوم هذاك الكل يعني للاولياء، ولكن صدقني ما عادش يعني حاجه كبيره للتلامذه. علاش؟ خاطر هذه التلامذه عاشت في الاضرابات العشوائيه وتقعد بشهر وشهرين تمشي وتجي، ما يقراوش شكل انقطاعات هذيك، عاشت الكوفيد وما عملنا شيء كمنظومه تربويه باش نصلحوا الفاقد التعليمي ونتداركوا الثغرات اللي قعدت في، خاطر احنا شعملنا في الكوفيد؟ سكرنا المدارس قلنا لهم برمشوا روح ويا حي كيف ترجعوا تو نصلحوا، ولكن رجعوا ما صلحنا شيء بطبيعه الحال، وقعد ديما حبر على ورق. اذا خدمه كبيره تستنى فينا. والله قلبي يوجعني سليم كي نسمع هكا على المدرسه التونسيه اللي خرجت الالاف من الناس مازال تتخرج، لكن لازم تقوم بدورها كما يجب. اليوم انا كي نرى تلميذ كما قلت انت ما على بالوش ولا ما يهموش في الارقام والاعداد والتقييمات، راهو التقييم سي سليم على جيلنا، على احنا، على اللي قرينا، راهو كان مهم جدا لينا احنا ولعائلتنا زاد. أي. بالفعل وإحنا التوى من باب يعني الأنكدوت، يعني فما الكثير من الكهول وحتى الشيوخ التوى كيف يرقد، يحلم روحه يعدي في البكالوريا والغسرة وكيفاش وكذا والنوت ما يرقدش إلى غير ذلك. أي ما يرقدش يعني حاجات اللي رسخت في الوعي وفي اللاوعي. فإحنا شو نقوله؟ نقوله أنه مستوانا ما هوش خايب، ولكن إحنا بما لدينا اليوم وبما لدينا من تراث تربوي وفكري، رانا نحكيه على أكثر من 2000 سنة، وراهي 2000 سنة حكاية صحيحة. معناها البعض للأسف الشديد من السطحيين ومن التشذج والتفه، سامحني خلينا نقولوها في الكلام، يعني كأنها ولا تكركيرة نحكي بلغتهم هما، 3000 سنة حضارة باش نضحكوا. لا يا سيدي، 3000 سنة حضارة وغيرك من اللي أنت تتشبه بهم ما عندهمش حتى 300 سنة حضارة. إذا كانك أنت الله غالب عليك وما تعتصش بالتراث نتاعك، فإحنا نحكيه على مدرسة قرطاج ونحكيه عندها أكثر من 2000 سنة ونحكي على مدرسة القيروان وما أرفتها مدرسة القيروان. يعني بما لدينا الآن وبما لدينا من تراث ومن تجارب نراكم عليها، احنا قادرين بالفعل، وراهو والله له معناها ديماغوجيا ولا حتى شيء، قادرين باش نكونوا في الصدارة، في الصدارة في مع كوكب الصدارة متاع الأمم. فحرام وعيب علينا الناس كل أنه عندنا الامكانيات هذه الكل وعندنا التراث هذايا الكل وعندنا علاش نبنيه ونلقاو رواحنا. اليوم نحكيو على تلميذ ما عندوش طاوله ولا دورات صحيه، التعليم راهو عمره ما كان دورات صحيه سامحني، وعمره ما كان طاولات مهم، ولكن تونس نجحت وكيف نوفر الطاولات ونوفر الدورات الصحيه ونضاعف ميزانيه التربيه 3 أضعافها بالطريقه هذه، صدقني مش نقعدوا في نفس المستوى اللي كان نرجعوا بالتوالي. فالمساله مره اخرى من العمق، خليني نقول اصلاح المنظومه ككل. نعم، اصلاح منظومي يتبعه او يتوازى معه، ولكن دون ان يخفض الاصلاح المنظومي الاصلاح البيداغوجي. وقتها مش نحكيوا على الطرق التعليميه ومش نحكيوا على البرامج وتطوير البرامج ومش تخفيف البرامج، على خاطر ما اكثر ما استعملنا هالشعار البراق هذا نتاع تخفيف البرامج لتدمير البرامج من الداخل. هذا يلزمنا زاد نردوا بالنا منه. علاش؟ على خاطر يعني انكور اون فوا سي لافير دو كيلكو بيرسون، في بعض الاشخاص من غير حتى معايير ومن حتى تقييم للعمل نتاعهم يمشي ويسكروا على رواحهم في فضاء في بيرو في اوتيل في كذا، ويرجعونها بعد نهارين 3 قلنا هذه البرامج جديده. هكا هي تدار الامور مهما تكون عبقريتك يا سيد، من انت وباي مشروعيه انت باش تخطط لاجيال القدام. اذا لابد انه نتعلموا، نرجعوا نتعلموا، خاطر احنا متعلمين وهذا في اللجان نتاعنا الديانه نتاعنا، نرجعوا نتعلموا او البعض يرجع يتعلم انه نخدموا مع بعضنا ونخدموا لبلادنا، مش لمصالحنا الشخصيه ومش لمصالحنا الفئويه ومش مصلحه الحزب اللي حطنا ولا الشخص اللي حطنا، نخدموا لبلادنا من اجل مشروعنا الوطني الحضاري اللي احنا ناكد ونعاود قادرين باش نكونوا القمة بين الأمم ونكونوا في الصدارة. شكرا لك سي سليم قاسم رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم. كما كنت تشوف الحقيقة تصريحات اليوم نسمعوا أنه تلميذ ما عادش يهمه الأرقام، ما عادش يهمه التقييم اللي يجي من أستاذه، علاقته اللي ما عادش مبنية على خليني نقول يستنى فك النتيجة من المدرس نتاعو. هذه توجع اليوم سي سليم قاسم رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم يقول لنا اللي بسبب
الإضرابات الكثيرة والعشوائية اللي صارت في قطاع التعليم، وقديش من نهار وقديش من جمعة وقديش من ساعة قعد التلميذ في داره، كيف كيف الكورونا وقت الكورونا، دونك صارت القطيعة بين المدرسة والتلميذ. اليوم سي سليم يقول لكم راهو نجم نكونوا في الصدارة، أما لازمنا نصلحوا من الداخل، نصلحوا المنظومة ككل، مش التعليم أكهو. إصلاح التعليم هو اللي لازم يكون من أولويات الأولويات اليوم بالنسبة لنا، لكن إصلاح المنظومة من الداخل، وما هيش معضلة. نجم نكونوا بالتاريخ اللي عنا وبالتراث اللي عنا، نجم نكونوا في الصدارة في التعليم. وشفنا شفنا الأدمغة اللي خرجت، وأولادنا اللي شرفوا ونورونا خارج البلاد التونسية. أنا نتمنى أنه العلاقة، خطر علاقة، علاقة حب، علاقة احترام، علاقة تقدير، هي اللي تجمع بين التلميذ والمؤسسة التعليمية، زيادة كيف كيف المعلم. إذا كانت كسرت العلاقة هذه، إذا كانت تمست العلاقة هذه بين التلميذ والمدرس، بين التلميذ والمدرسة، بين التلميذ والعدد وكالرقم وكالفرحة وكالشعلة اللي تخرج من عينيه وهو ماخو عدد أحسن من العدد اللي قبله، رو معملنا شيء. إن شاء الله يا ربي نشوفوا أولادنا في أعلى المراتب. فاصل ورجعينا. EFM من تونس، من الاثنين للخميس، من مدي ساعتين المطليفة مع فايزة العرفاوي على EFM أحلى راديو. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى، شكرا لكم وتحية لكم مما كنتوا تسمعوا فينا، كان في الطريق ولا في الخدمة، مرحبا بكم. إن شاء الله أنسناكم وأنسناكم. دونك توا ماضي ساعتين وستة واربعين دقيقة على EFM أحلى غاديو، نحكيه على أولاد تونس وبنات تونس، على مبادرة خاصة من بنات وأولاد تونس لترميم دار الأيتام. الحقيقة صورت نجم تشوفوها على EFM TV، تون برمجوها تباعا. سيدة المخرجة الرقمية تمرنا أصور معنا مباشرة، واحدة من البنات اللي عملوا المبادرة هذه هي هدى نصري. مرحبا بيك. يعيشك، مرحبا بيك، عيشك، شكرا على الاستضافة. مرحبا بيك، شكرا لكم. هذا واجبنا أن نثمنوا كل مبادرة جي من أولاد وبنات تونس، بما أنه نحكيه اليوم في برنامج من تونس وإنجازات هذية من تونس. الحقيقة ما تزيدنا كان فخر بيكم، لأنكم تحاولوا ترسموا ضحكة على أطفال، والأطفال هما من غير سند. اليوم نحكيه على دار أيتام. وين دار الأيتام؟ كيفاش جاتكم الفكرة؟ كيفاش تعملوا الكوليكت متاع الفلوس باش تعاونوا باش تعاودوا ترموا؟ الحقيقة صور نشوفوا فيها، هاي قاعدة تعرض أمامنا، تنجموا تفرجوا فيها على EFM TV. مزينة على الأخر، ومشكورين ومشكور المجهود اللي قدمتوه، كيفاش كانت وكيفاش وليت. إن شاء الله يا ربي حصلت الفايدة ساعة. هي عايشك. خلنا نعطيك ملخص شوية. احنا جروب كونسومي تونسي هاشتاك 119، احنا ناشطين في المجتمع المدني عندنا اكثر من 5 سنين. أي. على مواقع التواصل الاجتماعي، ومش اول اكسيون نعملوها. نعم. احنا على طول العام عندنا دي اكسيون كبار نعملوهم في كامل تراب الجمهورية، معناش بلاصة محددة نعملوا عليها. والحالات اللي نلقاوهم الكل سون نو بروبر ريشيرش بيرسونيل، معناها العائلة هذوما احنا وحدنا نلقاوهم. احنا كي نمشيو للريف احنا اللي نلقاوهم. دونك هذه حالة من الحالات اللي لقيناها في ريف من أرياف ولاية القروان. الحقيقة مستنا على الأخر، خاطر هما زوج بنيات أيتام وأمها. الحالة اللي يعيشوا فيها كانت حالة صعيبة برشا، كي تخلنا لها ما عندهمش ماء، ما عندهمش ضوء، ما عندهم حتى سبيلة في الدار، ما عندهمش حتى أنبوبة، معناها حالة معيشية ياسر ياسر صعيبة، ما عندهمش فروشات جديدة، ما فما أبسولي موريا، ما فما حتى شيء. دونك احنا تجندنا، احنا بديناها الاكسيون هذه نهار 11 نوفمبر، كملناها البارح. دونك الحمد لله في جمعتين قدرنا ان نرموا الحمد لله يا رب. ندخلوا الماء، ندخلوا الضوء، ونأثوها بالكدي وتولي صالحه للعيش على الاقل، وندخلوا لهم سيرتو الفرحه لقلوبهم، خاطر كانت فرحه كبيره كبيره برشا، خاصة نتاع الوليدات الصغار يذولي يلقاو هنا نشوفوا وين يرقدوا على الأقل ضو. اليوم راو احنا هنا في العاصمة عندنا براتيكمون الضو والماء، هما راو كما قالت هدى ما فماش ضو وماء، كي مشيتوا لهم ما فماش ماء وضو. هدى فماش ماء وضو، أما حاجة مهمة بربي، راو المنطقة نتاعهم فيها الماء والضو، أما هما مش واصلين، ما عندهمش مش واصلين لهم، خاطر ما عندهمش لي مويا باش يدخلوه.
معناها هما معناها ماديا ما ينجموش يدخلوا ما ينجموش يعملوا انستالاسيون تاع مي وضوء في الدار خاطر يتكلف فلوس هما ما عندهمش هما يعيشوا بمنحه 200 دينار وفي البلايص هذوكم ما فماش مواطن شغل ما فماش مورد رزق معناها ابار الفلاحه معناها دونك هما ابار الفلاحه اللي هي موسميه ماك تعرف بيان سور دونك هما يعيشوا بال 200 دينار هذيك دونك ما قدوش انهم يدخلوا المي وضوء الحمد لله يا ربي يسر والحمد لله قدرنا نفرحوهم دخلوا المي وضوء وهي عايشك عايشك بالحق برافو عليكم هذه مبادرة من شباب تونس مهمة جدا اليوم أنا ديما نثمنها الحقيقة المبادرات هذية متاع فعل الخير وأنه خطى ثم نقاط هدي ساعات الدولة ما توصل لهمش كما الأرياف هذوم المجتمع المدني يمشي سور تيران ويخدم ويطلع العائلات هذوما اللي تحتاج راو احنا اليوم نحكيو على عائلة ما عندهاش لا ماء وضوء وصغار يا نعرفش يقراو ولا هدي الصغار يقراو متفوقين في قرايتهم بناي عمرها 8 سنين وبناي عمرها 14 سنة وزوج متفوقين في دراستهم ولكن المنزل كيما نشوفوا فيه نجموا نشوفوا سيدة المخرجة الصور ما قبل التدخل والترميم من طرف الجروب هذايا شوفوها في حالة الحقيقة ماهيش متاع معيشة جملة هدى كانت حالة ياسر ياسر صعيبة والحمد لله ربي قدرنا ونجمنا نعاونوهم برافو عليكم وعلى كل تدخل والمسدح مفتوح مرحبا بكم في اي وقت في اي اكسيون تعملوها نحن مساندين ونقولوا ان شاء الله يا ربي تكثر يكثر من امثالكم ان شاء الله نشوفوا مثل هذه المبادرات الفرديه راهي تعاون راهو العائلات اللي حاجه مهمه تفضل تفضل حاجه مهمه برشا خاطر ما زلت كي قلت لي الدوله وحدها ما تنجمش توصل للمناطق هذوما واحنا لازمنا نتعاضدوا مع الدوله وبربي كلمة مهمة للشباب اللي يسمع فيها ولأي إنسان يشوف حاجة هكا ولا أقل وفي مقدوره أنه يعاون في عوضة سب الظلام كون أنت نقطة الضوء برافو عليك انا معاش نجم نزيد حتى كلمه معاك هدى بعد اللي قلت تكون انت نقطه الضوء قبل ما تكون نقطه الظلام كيفاش عاودينا باش نختم بها انا معاش نجم نختم بعدك يا عيش في عوضة سب الظلام كون انت نقطه الضوء برافو عليك شكرا لكم هذا الشباب التونسي اللي نحبوه هذا الشباب من تونس اللي نحكيو عليه وهذم لي زاكسيون اللي نحكيو عليهم من تونس وقت اللي نحكيو الناس تخلي العباد تفرح تخلي توصل للنقاط ربما الدوله ما توصل لهمش ربما نشوفوهم بعينينا اما نتعداو وما نحكيوش عليهم اليوم لازمنا نحكيو عليهم ونثمنوهم باش يكونوا اكزامبل باش يكونوا مثال نتبعوا عليه ونكونوا في هذه المبادرات الخاصه اللي نحبوها تكون في ختام البرنامج نحكيو على حاجة مزيانة برش نحكيه على قصة نجاح على أول امرأة تونسية وعربية تحصل على براعة اختراع آلة لاستخراج سم النحل دون قتل فاصل صغير وراجعين نحكيه على قصة نجاح باش تكون معانا صاحبة النجاح هي أول امرأة تونسية وعربية تحصل على براءة اختراع آلة لاستخراج سم النحل دون قتله معانا مدام هيلة أبو بكر مرحبا بك مدام هيلة تعيشك وبيت أكثر يعطيك الصحة على التقديم فرحانة برشا أنه هي فهم من أول خطوة بديت فيها كل حاجة نعملها هي مواكبة مرحبا إذا واجبنا يا لله نجاح هنا ونحول يعني مشروع نحول يعطيكم الصحة بالرسم مرحبا بيك مدام كيفاش جاتك الفكرة كيفاش تم تتويجك بالجائزة هذه الحقيقة هو تتويج لك أنت ولتونس ككل بما أنك امرأة أول امرأة عربية تحصل على براءة اختراع آلة لاستخراج سم النحل من غير قتله وشنو الفايدة من كيف جت فكرة المشروع ككل تخوف شوي هي من لون لأنه أنا عندي حسية من الحل أنا ما بديتش مشروعي نتاع الحل أني مثلا عندي أرض ولا بابا عنده أرض ولا لا بديت بحاجة ديجا هي نعرفها باش تضرني يعني أنا عندي حساسية من حل يا أما عندك بارشة فلوس باش تمشي للأوروب وتتعالج وزرارك وكذا وكذا وإلا تدخل للمجال هذا أنا اخترت بطبيعة أني نخوض التجربة هذه بالرغم وقتها قالوا لي في 2018 يعني توا ثم 6 سنين دخلت السابعة إن شاء الله وقتها قالوا لي رد بالك ما تدخلش لدومين الحل ما تقربش من حل ومن نوار ومن فلان من كل أي حاجة
بدأ مشروعي بتحدي، تحدي محلاه على الاخر نجحت فيه، باقي انجح فيه خطوات بسيطه، باقي نقدم بالكدا. اخترعت ماكينه تجبد سم الحل، لانه في العاده والتقليدي هو انه الحل كي يقرصنا يموت بالماكينه دي، نحن ما يموتش الحل بالماكينه دي، نجبد سم الحل ومن بعد ومن غير ما يموت الحل، يعني نثمن في الحل، لانه كان جوا 10,000 و20,000 و100,000 كيما هاله، كان كل واحد باش يمشي يشد طبيب ويبدا يسرق له في الحل ونحن نخسروا فيه الحل، نجموا نخرجوا منه 7 منتجات. اي واكثر حاجه هي سم الحل، اغلى حاجه واثمن حاجه، لكن نحن مازلنا ما نعرفوش، مازال مش معروف برشا. اي فتكرمت في مؤتمر نابل 2019 من الدكتور مزاحم العراقي، الدكتوره خديجه المغرب، التو هم الحق باقيني اثروا فيا ويقروا فيا، التو باقيه نقرا في مجال الحل لانه بحر واسع وكبير. اكيد بعد طورت الماكينه وخذيت بريفي ليشيل انترناسيونال، نون با ناسيونال، يعني انترناسيونال عالمي، خلينا نقول انترناسيونال، اي عالميه، يعني حاجه انا فخوره بها برشا. احنا زيدا فخورين بيك برشا مدام، يعيشك يعطيك الصحه. يمكن توا انا توا عندي 4 دقائق نحكي، لكنها مسيره نتاع 8 سنين، ما شفتنيش في طبق من ذهب، اكيد برشا تعب فيها، برشا تضحيات. النجاح ماهوش ساهل، عمره ما كان النجاح ساهل، وراك باش تدفع ثمن مادي ومعنوي ونفسي، يعني يلزمك تكون انت كيفاش تغامر. انا وقتها عمري في العشرين، انا توا ما زلت كيسكر 28 وقتها، يعني البابا يا اخي عادي انت تخلي بنتك تخرج في الليل وتنقل المحل، وخطيبي اللي هو توا راجلي عادي تخلي مرتك وفي الجبل وتمشي تخدم المحل، العقليه ذيك معناها. بابا امن بيا، بابا خاطر ربانا من الاول، معناها نحن 4 بنات، قالنا بعد الباك تاخذوا الدراسه الجامعيه، تكملوا الجامعه نتاعكم، بعد تحلوا مشاريعكم، حتى وحده فيكم ما نحبها تخدم في حتى خدمه، حل مشروعك وتخدم مع عباد، الدوله مستحقه لكم الثقه. يعني هذه اللي يعطيها لك الولد، هي هذه من اللي عمرنا 16 سنه، انتم راي الدوله حشتها بيكم بعد 10 سنين. واضح افكتيفمون هذه سيئه، ونحن تبرانشين على انه نحن رانا تونس في حاجه لينا، مانيش نخمم انا باش نخرج لبرا ولا نخدم لبرا ولا ندبر كونترال برا، برغم راهي جاتني فرص، جاتني برشا فرص، لكن حبيت ننجح وخطواتي الاولى تبدا في تونس. كبرت مشروعي، ما الحق ما لقيتش تمويل برشا من الدوله ولا دعم ولا، مشيت خذيت من البي تي اس كريدي المره الاولى ب 40 مليون ومن بعد 80 مليون، يعني انا تو البي تي اس 120 مليون كامله. باقيه نخلص فيها، باقيه نخدم، باقيه نتطور. ان شاء الله في 2025 نخدم على حاجه اكثر وحاجه خير، وان شاء الله اكبر، ان شاء الله نشوفك اكبر واكبر، ان شاء الله تطور مشروعك. مدام هيله ابو بكر، الحقيقه انت كما كنت نحكي قبيله شويه على المبادرات الخاصه نتاع الشباب التونسي من تونس، هذاك علاش احنا نسلطوا الضوء على كل حاجه ناجحه، كل قصه نجاح يمكن تعطي وتبعث روح الامل في الشباب اللي يقول لك انا ليه ما لقيتش خدمه، مانيش باش نخدم. شفنا عبر قصص النجاح اللي تعديت في برنامج من تونس قديش اعطت الشحنه المعنويه وقديش قدمت بالشباب التونسي وخليته يقبل التحدي ويعمل مشاريعه الخاصه، والاهم هو ينجح. تحيه ليك مدام هيله، شكرا ليك على قبول ده، وشكرا ليكم انتم تابعتونا من اول ساعه، ميرسي بوكو. احنا نتقابلوا غدوه ان شاء الله في موعد جديد مع اخبار جديده. شكرا ليك دادي بيو في الاخراج، ميرسي، وام في الاخراج الرقمي، شكرا ليك منا في التنسيق، ميرسي بوكو. الناس الكل نتقابلوا في موعد لاحق، بقيه نهار طيب وبقيه أسبوع طيب.